اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من صوم وتصحوا مع الدكتوره كريمه عبده اهلا وسهلا فيكم كلكم صرتوا تعرفوا الدكتوره اشهر من نار على العالم. اهلا وسهلا فيك يا دكتوره اهلا بك يا دكتور زي حضرتك؟ الحمد لله دكتوره امبارح انا انا بدخلش الحمد لله ولكن بحكي لله. مع صديق بعد الافطار لسه بدنا بأدن ما أدن بالصدفه كان بيحكي معاي بشغله بقول له أنا بس خليني آخذ تمرة بقولي لي أنا حولع سيجارة فبدل ما ياخذ التمر ولع السيجارة إيه رأيك في الموضوع والتدخين ورمضان الحقيقة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الأول وإزيكم عاملين إيه أه وحشتونا من إمبارح للنهاردة أه يا رب تكونوا بخير وكونوا ماشيين على السيستم اللي إحنا عاملينه عشان نطلع من رمضان فعلا أه بصحة ونحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوم صح طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله دكتور جمال هو ده لب الموضوع بتاعنا بتاع النهارده دي كارثه دي كارثه بكل المقاييس الحقيقه معظم يعني مش هقول لك كل المدخنين مش معظمهم ولا غالبيتهم لا ده كلهم بينقسموا لقسمين يا اما واحد بيفطر وبيجري بعد الفطار يولع الاستجارة او بقى اللي هو كارثته اكبر اللي هو بيفطر على السيجارة فطبعا ده يعني شيء رهيب رهيب انت طول النهار صايم وبتؤدي فرض وبتؤدي طاعة وتيجي تفطر على الخبائث يعني يعني بص لمكونات السجارة وشوف ايه اللي فيها لو انت لقيت فيها فيتامينات وبروتينات واملاح وحاجات جميلة كده خلاص اجري افطر عليها قول جسمي محتاجها لكن انت انت بتجري على ايه؟ بتجري على تدمير صحتك يعني انت لو بصيت للمكونات بتاعت السيجاره وشفت اللي فيها وشفت انت بتدخل جسمك ايه وشفت انت بتعمل ايه في اللي حواليك مش مش انت بس يعني انت حضرتك وانت قاعد معاه وبدل ما ياخد تمره راح اخد السيجاره يعني خلاك انت راخر فطرت على الدخان لان انت فطرت عليه بشكل سلبي ما احنا عارفين ان المدخن ايجابي واللي جنبه هو مدخن سلبي برضه. فالحقيقه دراسات كتير جدا اتعملت على الموضوع احنا طبعا قتل بحثا موضوع التدخين واضراره ولكن الكارثه بقى في في التدخين في رمضان. لان الانسان بيجي بعد الفطار بيبقى متعطش جدا للسيجاره وعايز يعوض كل اللي هو فقده بقى. اللي اتحرم منه طول النهار يعني شوف طول النهار كان المفروض يدخن كم كم, آه كم سيجاره بيعوضهم في الفتره اللي قاعدها ما بين الافطار والسحور، شوف انت بتعمل لود على رئتك قد ايه؟ وبتعمل ضغط عصبي على دماغك قد ايه؟ آه يعني طبعا آه انت طول النهار صايم بتحاول تخلص جسمك من السموم وبتخلصوا من الشوارد الحره اللي قلنا ان اتكلمنا فيها في الحلقه الاولى اللي بيخلصنا منها الصيام. اجي بمنتهى البساطه بعد ما افطر اروح مدخل بكثافه كل اللي انا عملته وبعدين اقول ايه ما هو الصيام ما هو الرسول بيقول صوم تصحوا طب انا صايم بس تعبان. انت تعبان عشان اللي انت عملته في نفسك، انت تعبان عشان كميه الغازات السامه اللي انت دخلتها جسمك هو ده طبعا الضرر. احنا بيحصل ان كميه كبيره جدا من اول اكسيد الكربون بتدخل للرئه وبتمتزج بالدم. اول اكسيد الكربون بيحرم الجسم بيتحد مع الاكسجين اللي موجود عشان يكون ثاني اكسيد كربون. فبيحرم الجسم من الاكسجين، طب ايه اللي هيقوم بنقل بقى تنقية الدم وتوصيل المواد الغذائيه في الخلايا واللي هيقوم بالعمليات الحيويه؟ كل ده هتجيبه منين ما انت حرمت نفسك منه ده غير بقى ما انت آه الاسباب الاخرى الحموضه اللي بترتفع في المعده بتلاقي الصايم وفطر على السجارة او تناولها بعد الفطار يا دوبك ما فيش دقائق وبيشعر بحرقان جامد في معدته وارتفاع في الحموضه وبعدين بيقعد يدور بقى على مضادات الحموضه وبيدور اللي بتدخله في متاهات اكبر فكل ده احنا اللي بنعمله ليه بنعمله انت تكرار العملية دي على مدار الشهر انت هتطلع من شهر رمضان مش صوم متصحو ابدا ده انت هتطلع بتعب في رئتك وهتطلع بحساسية متجددة في الجيوب الانفية وهيبقى الموضوع صعب جدا عليك يعني وده اللي بيحصل لكل المدخنين بالنهار عصبي ومتوتر وبالليل في خمول وفي تعب وفي ارهاق طب ما تيجي نجرب كده ونستعين بالله ونقول انا اقدر انا استطيع انا 12 13 ساعه انا ممتنع عنها، ايه المانع ان انا اكمل؟ طب كمل أو كوم كمل كده يوم كامل وشوف بعد الفطار قول لا انا ما العمليه كلها اوردر انت بتديه لعقلك هو مش مش ادمان ولا كل الكلام ده على فكره، هو اوردر انت زي بالظبط والدليل على كده انك بتقدر طول ما انت صايم ان انت ما بتشربش السجارة ما هو لو الموضوع خارج عن ارادتك وخارج عن اختيارك عمرك ما هتعرف تصوم وهذا السؤال تقول... دكتورة اللي دايما بيسألوه الناس بقول لك انا صمت 12 14 18 ساعة عندنا في كندا ومش عارف اصوم الثلاث ساعات عن السجارة واوقفها يعني هذا هي السؤال إرادة. قم... أوه. هي اراده مش اكتر هو انا توجيه بوجه عقلي الباطن ليه انا قايل له انا بدي له برمجه انتوا عارفين البرمجه اللغويه العصبيه انا بدي عقلي الباطن برمجه بقول له انت هتصوم للساعه كذا ومن الساعه كذا على طول هتجري على السجار فخلاص هو بيوجهني بقى انا بسيب نفسي كده كريشه في مهب الريح وده طبعا ما ينفعش انت طالما انسان مسلم و... ومؤمن بتعليم دينك ومؤمن بال... بالعادات ال... بالاوامر اللي ربنا اداها لك وبتصوم بتصوم يعني قوي ما فيش واحد ضعيف بيعرف يصوم على فكره طالما انت قوي قل لنفسك انا قوي انا اقدر انا استطيع طالما اديت لعقلك الرسايل دي صدقني هيستجيب معاك بدليل ان في ناس كتير جدا طلعت من رمضان مبطله السجاير، انتهز من رمضان فرصه ان انت تبطل فيها التدخين، التدخين في رمضان الجسم طول النهار بيبقى جاف لان مفيش ميه، فدخول الدخان عليه وهو جاف بيعمل عمليه احتراق داخلي انت ما انتش حاسس بيها وبتحس بالاثار بتاعتها بقى. بتحس بتعب صدرك وضيق التنفس، بتحس بال... بارتفاع ضغط الدم لان اللزوجه اللي بتحصل في الدم بسبب الجفاف وبسبب الدخان اللي انت بتدخنه دي بتخلي الدم يرتفع الضغط ضغط في الدم بتخليك عرضه بقى طالما في ارتفاع ضغط الدم عرضه لتصلب شرايين وعرضه لازمات، طب ليه؟ ليه؟ اديني فائده واحده منها. حس كده يعني زي ما بنقول والمنهج اللي ماشيين عليه طول حلقاتنا افهم جسمك وتصرف بعقلك شوف طب انا ايه الفايده اللي بتخش على جسمي لما بشربها اه مزاجي بيتعدل وبرفع المود بتاعي للاوقات حاجات وهميه متعه وهميه لان شوف الضرر واعرف ان الاضرار اللي بتحصل لك بعد كده من حرقان في المعده من صداع من توتر ده بسبب السيجاره اللي انت بتدخنها وفي رمضان اكتر من الايام العاديه، الايام العاديه انت طول النهار بتشرب سوايل، لكن في رمضان دخلت طول الليل كم من السموم ومفيش طول النهار سوايل عشان تخرج السموم دي او تتحد معاها، فبتترسب في جدران الشرايين. فانت هيعمل ايه الجسم ولا ايه؟ يعني عمره ما هيقدر يصدع الكلام ده. آه قبل ما نختم كلامنا في بعض المأكولات تساعدك على انك ت... لو انت عندك القدره وقادر وهتقول انا استطيع وهتنوي كده وعندك عزيمه وجدع وتاخد جايزه اخر رمضان آه استعين ببعض المأكولات زي زي البرتقال زي الليمون آه التوت البري البروكلي منتجات الألبان، السبانخ خلي الحاجات دي موجودة في الفطار بتاعك، موجودة في الصخور موجودة بين الوجبات، يعني بين الو بين السحور والإفطار استعين بالفاكهة البرتقال والليمون، آه الجزر، الرمان حلوة قوي آه الحاجات دي كلها بتساعد الجسم في التخلص من النيكوتين. المواد دي هي المكونات بتاعتها بتساعدك إن جسمك يطرد النيكوتين، وصدقني جسمك هيطرد النكوتين بقرار منك مش باي حاجه بقرار كل حاجه في حياتنا احنا بنسعد بقرار بنتعز بقرار بنصح بقرار بنمرض بقرار وان شاء الله ناخد قرار ان يعدي رمضان علينا واحنا بصحه وعافيه و... وعلى الاقل نحقق التقوى، هو ربنا ما امرناش ابدا ان احنا نضحي باجسامنا ولا اجسادنا ولا نلجا للخبائث والسجاير والدخان بتضر نفسك وبتضر الاخرين. ارجو لكم الفائده واتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا بدون دخان وبدون اضرار لجسمنا. امين يا رب العالمين، شكرا دكتوره مره ثانيه وقف الدخان اسمعوا كلام الدكتوره اسمع. <applause> والله يعني اسمع الكلام عشان ربنا يديك الصحه صحتك غاليه قوي صحتك صحيح. غاليه قوي الله يعطيك العافيه دكتوره شكرا شك السلام عليكم